معانا على التليفون دلوقتي الدكتور محمود فتوح. برحب بحضرتك معانا، عضو شعبه الادويه في الغرفه التجاريه. اهلا بيك يا فندم. استاذ شريف، ممكن اسال حضرتك هو سؤال واحد بس عشان نفهمه؟ ايه حكايه التجربه الوهميه في المراحل الاخيره من اختبار اللقاحات دي؟ لا، هي التجربه السريه نفسها مش وهميه. لا، مش اي تجربه سريه، جزء منها في جزء وهمي. مجموعتين. يبقى فيها مجموعتين. يعني مثلا انا عندي 1000 فولنتير، 1000 متطوع. ايوه. باخد 500 منهم بديهم العلاج نفسه اللي هو اللقاح. ايوه. تمام. وال 500 التانيين بيبقوا ناس مشابهين ليهم في السن وفي الطول وفي الوزن وفي كل حاجه، بس بديهم نفس الفايل من غير اللقاح الذي تم اضعافه، من غير فيروس كورونا الذي تم اماتته او اضعافه. أيه. يعني ياخد الدواء من غير الايه؟ من غير العلاج. تمام؟ ده بسميه المجموعه دي اللي ما خدتش الفيروس نفسه او ما خدتش اللقاح نفسه، بسميها ايه؟ المجموعه الوهميه. اما المجموعه الوهميه، المجموعه الوهميه. ايوه. الجروب وهمي. اما المجموعه الاخرى فبسميها المجموعه اللي خدت اللقاح الفعلي. تمام؟ ايوه. مفهومه لحد دلوقتي؟ تمام. المجموعه اللي ما خدتش اللقاح مات منهم 4. تمام؟ ايوه. 4 من 6. المجموعه اللي خدت اللقاح مات منهم 2 فقط. تمام؟ تمام؟ ايوه. طيب الاثنين اللي خدوا اللقاح وتوفوا، سبب الوفاه ايه؟ واحد منهم بعد ما اخد، المفروض ياخد جرعتين، جرعه أي. وبعد فتره معينه بياخد الجرعه الثانيه. ايوه. بعد ما خد الجرعه الثانيه ب 60 يوم حصلت له سكته قلبيه. بعد ما خد الجرعه الثانيه ب 60 يوم. ب 60 يوم. فحضرتك انا هسالك سؤال، وحضرتك مش في المجال الطبي. تسالني انا ليه؟ مش عرفني. هو في دواء يقعد في الجسم 60 يوم؟ مش منطق. يعني مش منطق. احنا عندنا حاجه اسمها في الفارماكو فيجنس او في اليقظه الدوائيه، لما بيحصل اثر جانبي لاي حد يتناول دواء بنقول حاجه اسمها العلاقه السببيه بين الدواء والاثر الجانبي. فما في، مش منطق خالص ان بعد 60 يوم يحصل من تناول الجرعه ان انا اقول ان الراجل ده حصل له صداع، حصل له سكته قلبيه، حصل ليه؟ لان بقى له 60 يوم، فالدواء دخل الجسم وطلع وخلاص. تمام؟ مش منطق. فهنا بنقول ان العلاقه السببيه ايه؟ مستحيل. عشان كده بقى قالوا انه هو امن، عشان كده رجعوا قالوا ان التطعيم امن او اللقاح امن. ده واحد من الاثنين. طيب الثاني توفى امتى؟ بعد 3 أيام من تناول الجرعه الاولى. بس سبب الوفاه ايه؟ قال لك حصل له اثر جانبي خطير وهو تصلب الشرايين. طب تصلب الشرايين ده يا استاذ شريف، ده مرض ينتج عن ايه؟ عن تراكم الدهون وتراكم الكوليسترول، وبيجي للناس الكبيره في السن، وهو فعلا الراجل اللي حصل له كده كان راجل كبير في السن. يعني ده اللي هو التطور. وهم لما بيجوا يدوا بييجوا يتعاملوا مع المتطوعين ويختبروهم، مش بيبقى عندهم يعني سجل كل شعره فيه وكل خليه فيها ايه بالظبط وما فيهاش ايه؟ مظبوط مظبوط. وعلشان كده الاف دي اي نفسها قالت ايه في التقرير؟ ان المحقق نفسه القائم على هذه التجربه السريريه قال ايه؟ قال ان الست حالات ما لهمش علاقه باللقاح خالص. الست حالات الوفيات. هو ده من ضمن قد ايه تم تجربه اللقاح عليهم؟ العدد بالظبط ما عنديش خلفيه. ما عندناش العدد بالظبط. لان انا اللي كنت عارفه ان هم تجاوزوا ال 40,000. مش عارف اذا كان ده دقيق ولا لا يعني. لا انا بصراحه مش عارف الرقم. مش عارف طيب. الرقم. لكن لغايه دلوقتي الامريكان ماشيين في انه هيتم اقراره وتوزيعه، ده اللي انا عارفه. ده طبعا، ده اكيد. وكندا انضمت لهم النهارده. طبعا طبعا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود فتوح على وجودك معنا، شكرا جزيلا. حبينا نقول لكم كل التفاصيل الخاصة باللقاح زي ما المعلومة